هذا هو حالنا، نطبل ونزمل ونخترع أساليب مبتكرة للتطبيل والتزمير، رغم أن هذا ليس لصالح الوطن ولا لصالح النظام. السلام عليكم. العيد 77 لاستقلال الأردن، هذا الوطن الأعز نحتفل به اليوم ونحن على أعتاب أزمة حقيقية يعاني منها أبناء الوطن. دعونا من الشعارات الرنانة التي لا تطعم ولا تسمن من جوع. لماذا لا تكون الأعياد الوطنية سبب من أجل إعادة ترتيب الأمور من جديد؟ مدام أنه إحنا لسنا في بحبوحة فلنكن صريحين، وين المشكلة نكون صادقين مع أنفسنا؟ الأردن اليوم يعاني من ارتفاع مرعب في البطالة بين الشباب. الأردن اليوم في عائلات وعشرات الآلاف من العائلات تحت خط الفقر والفقر المدقع. اليوم وين إحنا بين الدول؟ إحنا وصلنا لهون لأنه مش صريحين مع أنفسنا، لأنه بس بدنا نطبل ونزمر، لأنه كثير ناس مفهوم الولاء والانتماء هو التطبيل والتزمير حتى لو على غلط. تعرفوا في غابر الزمان مرض أحد الأمراء وكان مرضه شديد، وخاف أهل المدينة على أميرهم فنذروا إن طاب الأمير إن برئ أميرهم من المرض أن يصوموا في ذلك اليوم الذي يعلن فيه شفاء الأمير. وبالفعل عندما برئ الأمير من سقمه صام الشعب كله إلا واحد من أبناء تلك المدينة. فوجه الأمير إلى دعوة كل أفراد الشعب إلى فطور تكريما لهم لأنهم عبروا عن حبهم لأميرهم وصاموا. وفي نفس الوقت طلب الأمير ذلك الرجل الذي لم يصم احتفاء بشفائه، وعندما حضر إلى بلاط الأمير سأل الأمير الرجل معاتبا: لماذا لم تصم كبقية أفراد الشعب؟ هل لأنك لا تحبني؟ فقال له: يا أمير، إن يوم شفائك هو يوم عيد، ولا يجوز الصوم بيوم العيد. هذا هو حالنا، نطبل ونزمر ونخترع أساليب مبتكرة للتطبيل والتزمير، رغم أن هذا ليس لصالح الوطن ولا لصالح النظام. علينا استغلال أعيادنا الوطنية لوضع أسس جديدة وصلبة ننطلق منها لحل مشاكلنا. من يعرفني يعرف جيداً كم أنا مقتنع بالنظام الهاشمي، ويعرف جيداً كم أنا أحب الملك، ويعرف جيداً كم أحب الوطن أكثر من الجميع. لذلك علينا من واقع حبنا للوطن وولائنا للنظام أن نكون صريحين ونعرف أن إدارة الحكومات التي تشكل جرة الويلات على الوطن. علينا أن نعرف أن الحكومات تمارس ومارست علينا أبشع صور التضليل والتدليس حتى أصبح الدين العام أعلى من الدخل القومي. حكومات باعت واشترت بنا وبالوطن ومقدراته، حكومات تكذب علينا ونحن نعرف أنها تكذب، ونفس الحكومات تعرف أننا نعرف أنها تكذب علينا ومع ذلك لازالت تكذب، ولازلنا نطبل ونزمر ليل نهار. حكومات حولت حقوقنا بل أبسط الحقوق إلى مكارم معطيات، التعليم مكرمة، الصحة مكرمة، تسفيت شارع مكرمة، بناء مدرسة مكرمة، تصرف المكارم بكل الأشكال رغم أنهم يعطون مكارمنا من أموالنا، ومع ذلك نطبل ونزمر. علينا أن نضع النقاط على الحروف. الأردن أقوى ومصان، نعم الأردن له مكانة عالمية يحسدنا عليها الآخرين، نعم الأردن لديه جيش يحمي الحمى، نعم الأردن لديه أجهزة أمنية قوية منيعة نفاخر بها الدنيا، لكننا نريد الأفضل دائما، فالوجه الآخر لا يبشر بخير. هنيئا لنا وطننا وكل عام وجيشنا وأجهزتنا الأمنية والملك والشعب بألف خير. كل عام والأردن أقوى وأعز، نعم نحتفل بوطن شامخ بأهله، شامخ بتاريخه، نعم هي ذكرى رائدة راسخة في قلوب وعقول كل الأردنيين الأحرار. السلام عليكم.